العلمانية هي الحق، العلمانية هي قول لي ايه هي العلمانية اصلا؟ العلمانية هي طريقة تفكير، طريقة التفكير دي قعدت تتراكم على مدار قرون، وهذا التراكم عمل منها مذهب تفكير. مذهب التفكير ده تبرر من خلال نظام علماني، نظام سياسي علماني، لكن العلمانية في اساسها عبارة عن الايديولوجيات، لا تتبنى ايديولوجية محددة، لا تدعم اي دين، لان كثير من المغالطات الناس تقول لك ان العلمانية ظهرت علشان الكنيسة تدخلها. طب هي الفكرة بشكل عام، انما مجرد ما يحصل ان ما هو ديني يلصق بما هو دنيوي، ما هو سمائي يلصق بما هو ارضي، وتحصل هذه الفجوه، يبقى هنا ارتضينا ان احنا نرجع للعلمانيه. معناها ايه؟ هو التفكير بطريقه نسبيه، بمعنى ان ما يكونش فيه هناك مطلقات، وان تكون الامور النسبيه اللي احنا بنعيشها في حياتنا نفكر فيها بطريقه نسبيه. القانون، الدستور، التشريع، نظام الدوله، التعليم، كل حاجه دي امور نسبيه متغيره. اللي ينفع النهارده ما ينفعش بكره، واللي كان ينفع امبارح ما ينفعش النهارده. وبالتالي بنحتاج حاجه اسمها العلمانيه، هي مواكبه العالم المتغير ومواكبه الحراك اللي بيحصل فيه هذا الكون. معلش اسمح لي اقطعك بسؤال، يعني هل انت في مقابل هذه الغايه تقبل انك تتشتم على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا والعلمانيه كفر والعلمانيين دول كفره وملحدين؟ كويس كويس. اي حد بيفكر انه يغير، اي حد بيفكر انه يقدم شيء، اي حد بينزل العمل العام يشارك، لابد ان يعي ان هناك ضريبه عليه ان يدفعها. الحداثه والتنوير، الحداثه والتنوير. مش عايزينها مسيحية، مش عايزينها مسيحية، مش عايزينها إسلامية، مش عايزينها إسلامية، علمانية 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 علمانية. هل ده يتعارض مع الدين؟ العلمانية لا تتعارض مع أي دين وأي فكر. العلمانية تقف على مسافة متساوية من الجميع. يعني إيه مسافة متساوية من الجميع؟ طالما إن أنت مش بتفرض رأيك بشكل سلطوي، فأين المشكلة؟ لا توجد مشكلة. العلمانية لا تتعارض مع الأديان، ولكن لربما أن بعض الأصوليين هم اللي بيتعارضوا مع العلمانية لأنها بتوقف مشراهم. يعني بتحس بإيه لما كعلمانية بتتشتم في مصر؟ أنت بتبقى عارف أن الشتيمة دي لربما معناها أن أنت ناجح. العلمانية جاية جاية، علمانية للكبير، علمانية للكبير. احمد لطفي اتهم بالكفر. طب انت مستني مثلا لما حضرتك تتعدم على خازوق زي جاليليو جاليلي، او تتعدم زي سقراط، او انا اعيش من اجل تحقيق مبادئي؟ لا ده حاجه، ده كلام ما يخشش عقلك. لا 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 لا، انا اعيش من اجل ان انا اكون على مبادئ سليمه، ليس بحاجه. لا انا لست بحاجه لان اعيش في مجتمع. ايوه انت عارف حضرتك دلوقتي بتحاول تقنعني بايه؟ انت بتحاول تقنعني ان انا وهبت نفسي بقى للعلم وان شاء الله عني ما اكلت ولا شربت، فده ده كلام. لا لا لا، انا باكل واشرب لا 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 خالص خالص، انا باكل واشرب وسعيد سعيد بوجودي في هذه الحركه، وسعيد بنشر الفكر العلماني، وانا اسعى وانا احارب واصطدم بالاصوليين، ولكني عند مبدئي وساظل في سعي. الف شكر حضرتك استاذ ايمن. شكرا جزيلا.